نشرة الأخبار من النبأ والبداية بأبرز العناوين. التضامن لحقوق الإنسان ترصد مقتل أكثر من 4000 خلال المواجهات المسلحة في البلاد العام الماضي. أجيلا صالح يطالب بإجراء انتخابات رئاسية عن طريق الشعب مباشرة في سبتمبر العام الجاري. الجزائر تبدي تخوفها من تسلل مهاجرين غير نظاميين عالقين في ليبيا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. رصدت منظمة التضامن لحقوق الإنسان وقوع 4860 ضحية خلال المواجهات المسلحة التي شهدتها عدة مدن ليبية خلال العام الماضي. وذكرت المنظمة في تقرير حصلت النبأ على نسخة منها أن شهر مايو من عام 2017 كان الأكثر عنفا نتيجة وقوع اشتباكات مسلحة بمدن طرابلس وبنغازي وبرك الشاطئ. وأضاف تقرير أن مدينة بنغازي سجلت أكبر عدد من الضحايا حيث بلغ عددهم 2006 حالات، فيما سجلت مدينة صبراتة ما يقارب 400 حالة وطرابلس 314 حالة. أفادت مصادر للنبأ بحدوث اشتباكات مواجهات فجر الاثنين بين مسلحين في جزيرة فلسطين الواقعة بين شارع الصريم ومنطقة باب العزيزية بوسط العاصمة طرابلس. وأشار المصدر إلى أن ذوي الأصوات الكثيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة أصاب المواطنين الواقعين في محيط الاشتباكات بالفزع بحسب المصدر. أفاد مصدر إعلامي بقيادة رئيس جائزة طرابلس سبتيموس الصحفي سليمان قشوط من قبل مسلحين من أحد المقاهي وسط العاصمة طرابلس إلى جهة مجهولة. وبحسب المصدر فإن قشوط أقتيد ليلة الأحد رفقة المدير التنفيذي للجائزة محمد اليعقوبي دون معرفة أسباب أو ملابسات الحادث. يأتي ذلك بعد أكثر من 3 أشهر من تنظيم حفل جائزة سبتيموس السنوي للإعلام والفن. لقي 3 أشخاص خطفهم وأصيب رابع بحروق من الدرجة الثالثة إثر سقوط طائرة شحن بمطار حقل الشرارة بأوباري. وأوضح عضو بإدارة السلامة في حقل الشرارة نبأ أن الطائرة سقطت أثناء إقلاعها بسبب توقف المحركات وأن الضحايا من طاقم الطائرة بحسب المصدر. من جهتها أفادت المؤسسة الوطنية للنفط بأن مجلس الإدارة بالمؤسسة يتواصل مع إدارة شركة أكاكوس وعدد من المختصين لمتابعة حادثة سقوط طائرة الشحن أمس الأحد. وجاء في بيان المؤسسة بأن التحقيق جاري للكشف الأسباب التي أدت لسقوط الطائرة، وأن مجلس الإدارة قد ألغى جميع التزاماته وتوجه فورا لمقر شركة أكاكوس المشغلة لحقل الشرارة. وأشار البيان أن الطائرة المنكوبة هي من نوع C-130 تابعة لسلاح الجو الليبي، وهي مستأجرة من قبل شركة أكاكوس اضطرارا لنقل المتموين ومستلزمات الحقل الأخرى بسبب الإغلاقات والأوضاع الأمنية على الطريق البرية المؤدية إلى الحقل. من جانبه نعى المجلس الرئاسي المقترح في بيان له طاقم الطائرة المنكوبة موضحا أنه بدأ باتخاذ الإجراءات التي تتطلبها الحادثة. وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قالت في بيانها أنها أحاطت رئيس المجلس الرئاسي المقترح بتطورات الوضع، وأشارت إلى أنه وجه مكتبه بإعداد قرار باعتبار الذين سقطوا في هذه الحادثة المأساوي شهداء واجب. كما أوضح البيان أنهم أحاطوا الهيئة العامة للطيران المدني علما بالحادثة،
وأن المؤسسة قدمت تعازيها لرئيس أركان القوات الجوية. في الجنوب الليبي، دعا مجلس حكماء ليبيا جميع حكماء أعيان الجنوب إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه ما يجري من سفك الدماء في مدينة سبها وضرورة إيجاد مخرج حقيقي لحالة التأزم الأمني الحاصل بالجنوب. وجه المجلس في بيانه دعوة عاجلة إلى جميع الأطراف في المدينة للعمل على وقف إطلاق النار فورا وتحكيم صوت العقل والمضي في مسار المصالحة الوطنية وفق البيان. وحمل البيان والمجلس الرئاسي المقترح والجهات المسؤولة في الدولة ما يحدث في البلاد وبسبها على وجه الخصوص من خروقات أمنية والقيام بدورها المناط بها لحفظ أمن البلاد حسب البيان. طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإجراء انتخابات رئاسية عن طريق الشعب مباشرة في سبتمبر العام الجاري. وقال صالح في مقابلة صحفية أنه سيعرض فكرة الانتخابات على مجلس النواب والشعب الليبي مطلع الأسبوع القادم لتجنيب البلاد مزيدا من الانقسام وفق قوله. وأضاف رئيس مجلس النواب أن الوقت لا يسعفهم لإجراء تعديلات على الاتفاق السياسي أو تشكيل حكومة جديدة لصعوبة الوصول لحل سياسي في الوقت القريب حسب قوله. يشهد مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم الاثنين اجتماع اللجنة الرباعية حول ليبيا، والذي يضم جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وستناقش اللجنة بحسب جدول أعمالها الخطوات المشتركة التي تهدف إلى تشجيع الأطراف الليبية على استكمال عملية الانتقال السياسي والوساطة الأممية لإتمام الاستحقاقات الدستورية والوصول لعملية الانتخابية التشريعية والرئاسية في البلاد. هذا وبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع المبعوث الأممي للدعم في ليبيا غسان سلامة المستجدات على الساحة الليبية بشقيها السياسي والأمني. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن شكري عبر خلال الاجتماع عن قلقه لما وصفه بتدهور الوضع الأمني في عدد من المدن الليبية، مؤكدا ضرورة أن يكون الحل النهائي للأزمة الليبية من صنع الليبيين أنفسهم حسب تعبيره. هذا وجدد الوزير المصري ما سماه بدعم القاهرة للوساطة التي يقودها سلامة للتوصل إلى حل سياسي شامل وتحقيق المصالحة الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة. من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الفرنسي جان فلودريان طلب بضرورة إجراء انتخابات في ليبيا قبل نهاية العام الجاري. وذكر راضي في بيان له نشره على الفيسبوك أن السيسي ولودريان أكدا أن استقرار وأمن ليبيا يؤثران على منطقة البحر المتوسط بأكملها. وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية بأن المسؤولين رحبا بالتقدم النسبي للوضع السياسي في المشهد الليبي وفق ما ذكر. وفي سياق ذي صلة، جدد وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهر رفض بلاده أي تدخل عسكري أجنبي داخل ليبيا باعتبارها أنه سيخلق المزيد من التوتر والدمار بها. وأضاف مساهل على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب بباريس أن الجزائر ترفض كذلك التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، وترى أن الحل يكمن في تطوير المشاورات وتعزيز التنسيق بين دول الجوار حسب تعبيره. ودعا وزير الخارجية الجزائرية المجتمع الدولي لتقديم الدعم لإعادة بناء ليبيا ومساعدة الليبيين للخروج من الوضع المتأزم الذي تعيشه. اتهم رئيس اتحاد الصيادين الليبيين محمد نشنوش البوارج الدولية الموجودة قرب المياه الإقليمية الليبية بالتستر على عمليات نهب الثروات البحرية للبلاد. وقال نشنوش في تصريح صحفي إن نشاط تلك البوارج يشمل تشجيع الصيادين الأجانب وتدمير الصيادين الليبيين بحسب وصفه. كما طالب نشنوش بالاهتمام بالصيد البحري وبضرورة فصل الصيد البحري عن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
تسببت الاعتداءات على منظومة النهر الصناعي الحساونة في ضعف وصول المياه لعدد من المناطق في العاصمة طرابلس، وحذرت إدارة المنظومة من توقفها عن العمل حال عدم اتخاذ إجراءات من قبل الجهات المختصة. التقرير التالي والمزيد من التفاصيل. شبح انقطاع إمدادات مياه النهر الصناعي يعود ليؤرق العاصمة طرابلس ومدن الشمال الغربي من جديد، على خلفية الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها مرافق المشروع الحيوي. حقول أبار منظومة الحساونة تعرضت خلال الفترة الماضية لسرقة ونهب وتخريب امتد إلى نحو 30 بئرا من قرابة 480 أخرى، الأمر الذي أفضى إلى إهدار ما يزيد عن 100,000 متر مكعب من المياه يومية، من أصل أكثر من 500,000 لتر مكعب تنتجها المنظومة يوميا. الاعتداءات جاءت ضمن سلسلة تعديات متكررة أثرت بشكل مباشر على إنتاج المياه وتوزيعها على معظم المناطق والمدن، فضلا عن الخسائر المادية التي تقدر بملايين الدينارات والتي من الصعب مواجهتها مع الأوضاع التي تعيشها البلاد. مناشدات مستمرة وجهتها إدارة المنظومة إلى الأجهزة الأمنية للتحرك والحفاظ على المشروع، لردع المجموعات الخارجة عن القانون التي تعبث بقدرات الشعب، إلا أنها لم تلقى أي استجابة. لم تقتصر الاعتداءات على أعمال السرقة والنهب، بل حذر الجهاز أيضا من مغبة تركيب وصلات غير قانونية على الخطوط الرئيسة والفرعية لمسار النهر التي تتسبب في إهدار المزيد من الإنتاج وتؤثر على قوة تدفق المياه إلى المناطق الأخرى. نقص المعدات وضعف الميزانية وغياب الدعم الحكومي تحديات أخرى تواجه إدارة الجهاز، ما يجعل مهمة مواكبة الطلب على المياه أمرا مستحيلا مقارنة بحجم المشروع الذي يعد المصدر الرئيسي للمياه في البلاد. مع استمرار الأعمال التخريبية التي يتعرض لها النهر الصناعي، تتجه الأنظار نحو ردة فعل السلطات المختصة التي إذا تأخر تحركها هذه المرة فستدخل المنطقة الغربية في نفق العطش لفترة ليست بالقصيرة. أبدى وزير الداخلية الجزائري نور الدين البدوي تخوف بلاده من إمكانية تسلل نحو 700 مهاجر غير نظامي عالق في ليبيا لعدم تمكنهم من بلوغ أوروبا. ونقلت صحيفة الجزائر عن البدوي قوله إن 15 مليون شخص في دول الساحل مستعدون للتنقل شمالا عبر الجزائر للوصول إلى الدول الأوروبية، معلنا أن بلاده باتت في مواجهة التنقل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين وتخصيص فضاءات لاستقبالهم وتقديم الخدمات الطبية لهم. أفاد فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بتجرى تسليمه 9 مهاجرين من الجنسية المغربية إلى فرع الجهاز في طرابلس بطريق السكة. وأضاف الجهاز في تصريح نشره على صفحته الرسمية على الفيسبوك الاثنين أن إجراء التسليم يأتي في إطار التعاون المشترك مع الوفد المغربي الموجود بفرع طرابلس، والذي يواصل استكمال الإجراءات اللازمة لاستخراج وثائق سفر مؤقتة للمهاجرين المغاربة. النشرة مستمرة وفيها بعد قليل أيضا. وزارة التعليم بالحكومة المقترحة تدعو الداخلية لوضع خطة أمنية استعدادا لتأمين امتحانات الشهادة الثانوية للعام الحالي. أهلا بكم متابعينا من جديد. دعا وكيل وزارة التعليم بالحكومة المقترحة عادل جمعة لعقد اجتماع تشاوري بين وزارته ووزارة الداخلية لوضع تصور كامل لخطة أمنية استعدادا لامتحانات الشهادة العامة للعام الدراسي 2017-2018. وأضاف جمعة في بيان نشرته الوزارة على صفحتها على الفيسبوك الأحد إلى أن الاجتماع التشاوري سيشارك فيه
مديريات الأمن والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بمختلف البلديات، وطالب جمعة وزارة الداخلية بوضع خطة أمنية محكمة لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية هذا العام بالجامعات والكليات. أعلنت منظمة الصحة العالمية تقديمها 42 ألف كيس دم لمراكز نقل الدم في المنطقة الشرقية. وأوضحت المنظمة في حسابها على الفيسبوك أن الأكياس المقدمة هي بدعم من صندوق الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية من أجل المرضى المحتاجين في المستشفيات بالمنطقة الشرقية. ولفتت المنظمة أن معاناة مراكز نقل الدم في جميع البلاد تشهد نقصا في أكياس الدم والأدوات والمعدات اللازمة، مؤكدة التزامها بتوفير الدعم الفوري والطويل للأجل لمراكز نقل الدم. أعلنت شركة سيرت لإنتاج النفط والغاز ارتفاع إنتاجها إلى 61 ألف برميل يوميا. وقال مدير الشؤون المالية والإدارية بالشركة محمد حميد عوض لوكالة رويترز إن الشركة تأمل زيادة الإنتاج إلى 90 ألف برميل يوميا. وأشار عوض إلى وجود نقص في بعض المعدات اللازمة للمساعدة في زيادة الإنتاج، مؤكدا أن الإنتاج في السابق كان 44 ألف برميل يوميا دون الكشف عن كيفية بلوغه للمستويات الحالية. تتواصل بمنطقة الحيطة في بلدية الغريفة حملة ترميم وصيانة المسجد العتيق. صيانة المسجد شملت إزالة الأجزاء المتهالكة من سقفه وتصفيفه وجميع أواد القصبة المسماة الكوكلة للقيام بأعمال التشقيف. يشار لأن المسجد العتيق هو أحد المعالم التاريخية الإسلامية في المنطقة الجنوبية، حيث يرجع تاريخ تشييده إلى سنة 1880. نحن الآن في صدد إعادة إعمار مسجد الحطية العتيق بالبلاد القديمة. طبعا المسجد هذا يرجع عمره من 1880. الآن الإعمار كل يعمل على حسب العمل اللي هو طبعا يقدر أن يقدمه. نظم قسم النشاط المدرسي في مدرسة تساوى في بلدية وادي عتبة المسابقة المنهجية بين مدارس التعليم الأساسي بالبلدية. المسابقة شارك في عدد من طلبة وطالبات الصف التاسع، وهذا وتهدف إلى خلق روح التنافس بين الطلبة. نظمت حلقة لسان المادحين المدائح والندوات الثقافية والعلمية بمنطقة تساوى وادي عتبة محاضرة بعنوان فضائل شهر شعبان. المحاضرة تضمنت عدة محاور حول فضائل شهر شعبان وتحويل القبة ومكانة الأثر المكاني في الإسلام، بالإضافة إلى معنى البركة في القرآن والحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخشين الله الذي كان يأوي إليه النبي صلى الله عليه وسلم وتهبه بالدرح. المطعم القديم ونجري لها الصيانات ونخليها على الأقل تكون للمرة العاشرة على التوالي تقام مسابقة المغني الصغير على مستوى مدارس بلدية حي الأندلس، والتي احتضنتها هذا العام مدرسة الغد المشرق. تفاصيل أكثر حول المسابقة في سياق التقرير التالي. للمرة العاشرة على التوالي تقام مسابقة المغني الصغير على مستوى مدارس بلدية حي الأندلس. المسابقة التي احتضنتها هذا العام مدرسة الغد المشرق أشرف عليها مكتب النشاط بمكتب التعليم بالحي الأندلس، وشارك فيها فريق من أساتذة في قسم الموسيقى بكلية الفنون والإعلام لتقييم واختيار أفضل الأعمال الفنية من بين الطلاب. برنامج هذا يعتبر العيد العاشر لكل العاشر السنة هذه، طبعا نقدم البرنامج هذا
عدد المدارس المشاركة في سنويا ما يقارب 24 مدرسة. الفترات اللي قيم فيها التقييم طبعا ديما 4-5 أيام في منتصف العام الدراسي، متى ترش على الطالب في تحصيله العلمي. يتم اختيار الطالب من خلال أبلات التربية في الموسيقية في المدارس، ويتم إعدادهم وتدريبهم. أغاني ثراتية شعبية تغنى بها الطلاب بكل حماسة على المسرح بحضور معلمي مادة الموسيقى وأولياء أمورهم. اللمسات الإبداعية شملت أيضا تقديم فقرات من المسرح الغنائي لطلبة منزلية التعليم في محاولة لصقل مواهب الطلبة في المدارس. هذه أول مرة يعني شارك في مسابقة المغني الصغير، وشاركت بأغنيتين بلدي وأبعدي وانسيني، ونتمنى التوفيق للجميع. تنمية الإبداع في كافة المجالات وترسيخ القيم ونشر الثقافة المجتمعية هدف أراد القائمون على المسابقة تعزيزه، على أمل المساعدة في إخراج جيل قادر على التواصل مع العالم بما لديه من إبداعات. نستعرض وإياكم حالة الطقس المتوقعة لنهار اليوم في عدد من مدن البلاد. نهاية النشرة وأبرز ما جاء فيها من عنوان. التضامن لحقوق الإنسان ترصد مقتل أكثر من 4000 خلال المواجهات المسلحة في البلاد العام الماضي. عقيل الصالح يطالب بإجراء انتخابات رئاسية عن طريق الشعب مباشرة في سبتمبر من العام الجاري. الجزائر تبدي تخوفها من تسلل مهاجرين غير نظاميين عالقين في ليبيا. كما تابعتم في النشرة أيضا، وزارة التعليم الحكومة المقترحة تدعو الداخلية لوضع خطة أمنية استعدادا لتأمين امتحانات الشهادة الثانوية للعام الحالي. يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقع القناة النبأ دوت تي في، وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.